السلام عليكم، تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غنقدم لكم مسمنات او لا فطائر مورقه في الفرن اللي كتجي لذيذه بزاف، كتجي مقرمشه وكتجي بحشوه اللي رائعه جدا. كما غادي تلاحظوا معايا هنا فالقرمشه كتجي رائعه جدا وسهله في التحضير. كنتمنى من الاعجاب ديالكم. غادي نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا الخطوات والمقادير، وخليكم معي الى اخر الفيديو. ونبدأ بسم الله على بركه الله بالمقادير. اولا غنبداو بتحضير العجين. اللي غنحتاجو ليه 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض نوعيه جيده، وكاس ديال دقيق الفينو، العبار ديال كاس ديال العنبه. غنحتاجو ملعقه صغيره ديال سكر سنيده، وغنحتاج 1/4 ملعقه ديال خميره الحلويات، ونصف ملعقه ديال الملح. غادي نضيفهم للدقيق مع دقيق الفينو، وغنضيف 3 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده، وملعقه تكون غير مملوءه ديال الخل باش كتعطينا واحد الطراوه هكا لهاد العجين هذا. وغادي نجمعوا الكل بالماء، الماء بارد فقط. غادي نبقاو كنجمعوا العجين وحنا كنضيفوا الماء تدريجيا، يعني العبار ديال الماء فكتحكموا فيه نتوما على حسب نوعيه الدقيق اللي عندكم. كتبقاو كتزيدوا الماء تدريجيا مع العجن وكتشوفوا شحال يعني خدا ليكم. انا تقريبا هز لي واحد الكاس ونصف ديال الماء، بعبار كذلك ديال العنبه اولا كاس ديال العنبه صافي. وغادي نبقى كندلك هكا العجين بعد ما كيكون تجمع ليا. غتعطيو هكا واحد 5 دقائق ديال الدلك حتى كيتجمع ليكم مزيان، وكيصبح عندكم واحد العجين اللي هو املس ولين كما غتشوفوا القوام ديالو معايا، كيكون رطب على هذا الشكل هذا. والان غادي ندهنو بالقليل من الزيت، وغادي نغطيه ببلاستيك غذائي ونخليه حتى كيرتاح تماما. وبينما العجين كيكون كيرتاح فغادي نمرو باش نحضرو الحشوه اللي غادي نعمرو بها هذا المسمن هذا او هاد الفطائر هادو. واللي غادي نحتاجو ليها عندي هنا 250 غرام ديال الدجاج او هذا صدر ديال الدجاج اللي قطعته قطع صغيره جدا كما كتلاحظوا معايا. وفي مقله هنا وضعت حبه ديال الفلفل احمر مع حبه ديال الفلفل الاخضر مقطعين هكا صغار، بصله مشلضه، وغنستعمل هنا واحد القليل ديال الشحمه اللي غادي تبن ليا هذه الحشوه. عندي الزيتون مقطع والتوابل اللي من بعد غادي نذكرهم معكم في نفس الوقت مع المزج ديالهم. اذا اول حاجه هنا غادي نوضع ملعقه كبيره ديال صلصه السوجا، وغادي نضيف ليها ملعقه كبيره ديال ياغورت طبيعي، ممكن تضيفوا حتى جوج ديال المعالق على حسب الرغبه. غنضيف ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ملعقه صغيره ديال سكينجبير، وملعقه صغيره ديال الابزار، والملح بطبيعه الحال اللي كيبقى على حسب الذوق. وغنضيف الربيع مقطع تقريبا ملعقه صغيره هكا، وفي الاخير واحد نصف حامضه تكون معصوره. وكنخلطوا جميع المكونات بهذه الطريقه. هاد التتبيله كتجي لذيذه بزاف، وملي كنخلطوا هكا غادي نخليوه جانبا حتى كيتشرب هكا شويه. وفي هاد الاثناء نمروا باش نشحروا باقي المكونات ديال الحشوه اللي ذكرت معكم، الفلفله مع البصله، وقطع ديال الزيتون الاخضر مع شويه ديال الشحمه اللي كيلدد لينا هاد الحشوه هادي. ضفت القليل فقط من الزيت للحشوه باش كتشحر هكا، وملي كتشحر شويه فكنضيف ليها القطع ديال الدجاج اللي خليتهم هكا مرقدين. ممكن الا بغيتو يعني الدجاج ديالكم يجي ملدد اكثر بديك التتبيله فكتشرملو هو الاول ومن بعد كتعجنوا العجين ديالكم. اذا هنا كما كتشوفوا معايا كنبقى كنشحرها حتى كنحس بان ما بقاش فيها الماء، يعني الحشوه خصها تجينا ناشفه باش ما تفزكش لينا العجين ملي نبغيو نعمروه. وهنا كما كتشوفوا معايا بعد ما خليت العجين كيرتاح فكيصبح على هذا القوام هذا، يعني كيعطينا الطوع هكا كيجي كيتشكل بكل سهوله ما كيعذبناش. غندهنها كيجي بشويه ديال الزيت، وغنبقى كنشكل كويرات يكونوا بنفس الحجم. وبالنسبه للعدد ديالهم غادي يخرج ليا 8 ديال الكريات، لان غادي نقسمهم من بعد الى نصف. غادي يعني نشكل كل 4 ديال الكويرات في قطعه واحده،
اذا على هذا الشكل غادي نبدا كنشكلهم. غادي ناخذ كويره اولى وغادي نطلقها بهذه الطريقه على شكل المسمن العادي يعني اللي كان نورقه. وبالنسبه للتوراق فانا غادي نحتاج عندي الزبده مذوبه اللي ضفت ليها نصف خميره ديال او نصف كيس من الخميره ديال الحلويات، وغادي نرشاكها بشويه ديال الفينو. الزبده اللي ضفتو ليها نصف كيس ديال خميره الحلويات فكيزيد كيورقها اكثر، فاش يعني فاش كتبقي تطيب كتجيها كمورقه احسن من الا استعملتو الزبده بوحدها. وكنطويو يعني الطيه العاديه ديال المسمن بطبيعة الحال مع الرشة، كتنرشو مرة مرة بالزبدة اللي مخلطة مع خميرة الحلويات ومع الفينو. إذا هذه المسمنة الأولى غادي نوضعها جانبا، ثم نمرو باش غادي نسرحو الكرية الثانية بنفس الطريقة، وحتى هي غادي نرشوها بطبيعة الحال بالزبدة مع الفينو. وحاولوا ترقوا العجين ديالكم جيدا باش كيجيكم هكا طبقات اللي هما رقاق وما يجيكمش معجن يعني من الداخل، ما يجيكمش غليظ. اذا بهذه الطريقه وغادي نعاود نوضع المسمنه اللي ورقتها هكا في الاول، غنوضعها في الوسط ثم غادي نلف عليها هكا الاطراف ديال الكويره الثانيه. اذا بهذا الشكل هذا، وغادي نوضعها كذلك ونعاود بنفس الطريقه مع الكره الثالثه والكره الرابعه حتى غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه. اذا على هذا الشكل هذا غنبقى مستمره، وبنفس يعني الطريقه غادي نخدم ربعات الكويرات الاخرين، يعني غادي يعطوني جوج ديال المسمنات بنفس الحجم هكا. اذا صافي على هذا الشكل هذا كنقدو كنحاولو نضغطو عليها هكا شويه باش منين نبغيو نطلقوها كتسرح معانا بكل سهوله. وكما شفتو معايا انا بنفس الطريقه خدمت اربعه ديال الكويرات الاخرين. صافي غادي نخليهم هكا كيرتاحو تقريبا غير واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق باش مني كنبغي نسرحهم على هذه الطريقه كيتسرحو معايا بكل سهوله، ما كيبقاوش يعني كيعذبوني في الخدمه. وكنحاولو نرقوهم جيدا، فغير بيدينا هكا كيتورقوا معانا يعني ما كنحتاجوا لا مدلك لا والو. بغيتوا تستعملوا المدلك فممكن، لكن حتى باليد يعني كيجي هكا ساهل. صافي كنورقوها جيدا كما قلت لكم، ومن بعد كناخذوا واحد السكينه هكا وكنبقاو كنقطعوا غنقطع العجين على 3 ومن بعد على النص باش كيعطيني 6 ديال القطع زائد القطع الاخرين ديال المسمنه الاخرى، فكيعطينا في المجموع 12 القطعه ديال المسمن او 12 الفطيره. وغنبقى كنعمرهم هكا بالحشوه اللي بعد ما خليناها كتبرد تماما، ضروري الحشوه تكون بارده. وغادي نبقاو كنعمرو هكا القطع ديال العجين، تقريبا في كل قطعه كنستعمل او لا كنوضع تقريبا هكا معلقه كبيره تكون عامره. حاولوا كذلك حتى الحشوه ديالكم تقسموها باش ما تشت يعني تقسموها على حسب القطع ديال العجين اللي عندكم باش ما تشت لكم شاكل الحشوه وتجيكم قد قد مع العجين. ثم انا غنضيف هكا شويه ديال الجبن المحكوك اللي كيبقى اختياري بطبيعه الحال، يعني اللي بغى يضيفه يضيفه، اللي ما بغاش فكيكتفي فقط بالحشوه. اولا ممكن كذلك تستعملوا الجبن ديال الدهن حتى هو كيجي رائع في هذه الحشوه هذه. وكما شفتوا معايا طريقه ديال الطيف هي سهله يعني وبسيطه جدا، كنلفوا الاطراف هكا كاملين ونحاولوا نرقوهم بطبيعه الحال باش ما يجيناش هكا طبقه غليظه بزاف. هكا ترقوهم كتحاولوا تضغطوا بهذا الشكل هذا باش كيتلاصقوا لكم مزيان. صافي وكيعطينا هذاك الحجم هكا ديال المسمنه هكا مربع عاديه. اذا بنفس الطريقه غادي نبقى هكا كنطوي الاطراف ثم كنطوي الاطراف الاخرين اللي في الجنب، وبطبيعه الحال انا كنرققهم باش ما يجيونيش غلاض، وكنسد هكا بالاصبع كنحاول نجمع هكا العجين. صافي كيعطيني نفس الشكل كما كتشوفوا. غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل القطع اللي عندي.
وملي كنتهيهم التشكال ديال جميع القطع هكا صافي كنوضعهم في صفيحه اللي كتدخل الفران. كنستفهم هكا، ثم غادي نحضر واحد الخليط ديال البيض. البيض هكا وضعت بيضه هنا مع شويه ديال صلصه الصوجه، وكنبقى كندهن بهم هكا الفطائر او المسمنات. كنبقى ندهنهم هكا جيدا باش كياخذوا واحد اللون ذهبي. انا دهنتهم هكا جوج مرات باش كيزيدوا كيعطوني داك اللون الذهبي اكثر، وكيجيو محمرين. وغادي نزينو هكا بشويه ديال، انا استعملت هنا السانوج، ممكن تستعملوا اي حاجه متوفره عندكم يعني هكا اي تزيين هكا، فانتوما كتزينوا به على حسب الرغبه. اذا حتى غنزين هكا القطع كاملين وغادي ندخلهم الفران. بالنسبه للفران خصو يكون ساخن جدا يعني تسخنوه مزيان، وملي كتدخلوا ليه هاد الفطائر فكتنقصوا على 200 درجه حتى ل 190 درجه هكا، باش كيجيو هكا طيبين مورقين وكيجيو مقرمشين. صراحه كيجيو لذاذ بزاف، كنتمنى تحضروهم وينالوا الاعجاب ديالكم. وكنقول لكم شكرا على المتابعه والى وصفه قادمه.